إذن مشاهدينا، في موضوع آخر، أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا إيداع الواليين السابقين لولاية سكيكدا محمد بودربالي وفوزي بن حسين الحبس المؤقت. الواليان المذكوران شغلا منصبيهما في الولاية بين سنوات 2009 و2013 على التوالي، أين ذكر بيان للمحكمة العليا أن قرار الإيداع جاء إثر تحقيق حول منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية وكذا سوء استغلال الوظيفة.